شوطنا الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام المنطلق والمخصص لفئة الجعدان متواصلون مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات دائما على أرضية ميدان الشعب. أبدأ مع مياس على المركز الأول لنايع بن سالم بن نايع بشاوي الغفلي، ولكن التغيير جرى وطرى. الأندلس يغير النتيجة في هذه اللحظات للدكتور راشد بن حمد بن زفنة. الأعفاري يغير النتيجة وينتقل إلى المركز الأول. المركز الثاني حشيم لمحمد بن مطر بن عبد الله المسافري مع الاندفاع المميز والرائع في هذا الشوط. بينما المركز الثالث نقلتنا على انطلاقة ضلوع لسيف بن محمد بن مطر المسافري. والمركز الرابع يصل بارود في هذه اللحظات لعبد الله بن نايع بشاوي الغفلي. خامس المراكز ينطلق أدهم لسالم بن راشد بن نايع بشاوي الغفلي. هذه نتيجتنا والمراكز الأولى المتقدمة، هذه نتيجتنا واندفاعة هذا الشوط. وانطلاقة هذا الشوط العودة مع المركز الأول، العودة مع الصدارة والبداية هنا ومقدمة هذا الشوط. راعي الدكتورة محمد بن مطر المسافري من يقدم لنا حشيم على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول. بسم الله ما شاء الله، حشيم بهذا التقدم الرائع على ناموس الصدارة. شعار العويني يصل مع مولع احمد بن ابراهيم بن سالم العويني العليلي على المركز الثاني يصل ويتدخل مع هذا الشوط. بينما المركز الثالث يصلنا شعار بن عنتر في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي مع الشوط. ما شاء الله، شعار راشد بن خليفة بن عنتر الغفلي على المركز الثالث. رابع المراكز علال لأحمد بن خليفة بن عبيد بن أحمدان الفلاسي الأندلس على المركز الخامس للدكتور راشد بن حمد بالزفنة الأعفاري. هذه نتيجتنا والمراكز الأولى المتقدمة. أعود مع الصدارة، أعود مع علال من يسيطر على الأمور. علال ويسيطر على المركز الأول لأحمد بن خليفة بن عبيد بن حميدان الفلاسي. ما شاء الله وتبارك الله مع المقدمة مع العرض المميز. المركز الثاني حشيم لمحمد بن مطر بن عبد الله المسافري. والمركز الثالث يصلنا الشهم لنايد بن مسلم بالزفنة. هناك القادم العامري وراء راشد بن خليفة بن عنتر على المركز الرابع. بن غرير على الخامس بعود مع الصدارة. علال مع البداية لازال، علال مع البداية لازال. والمركز الأول ما شاء الله وتبارك الله أحمد بن خليفة بن عبيد بن حميدان الفلاسي يسيطر على الأمور. تأتي الأوامر ليأتي هذا الاندفاع الكبير. يا سلام يا علال على هذا الحضور المميز وعلى هذا الأداء الممتاز مع المركز الأول ومع ناموس الصدارة. سلام بن حميدان زعيم الميدان على هذا الفوز والانتصار. تهي وناموس أحمد بن خليفة بن عبيد بن حميدان الفلاسي على فوز علال بالمركز الأول. المركز الثاني دوني صح، مركز ثاني سلطان بن سعيد بن عبد الله الاشتبي، المركز الثالث لمحمد بن مطر بن عبد الله المسافري. هكذا كانت النتيجة.